اليوم هاي العناصر اللي متواجدة بالإضافة، أنا باعتقادي بالإضافة إلى بايش. بايش استفاد من تجربته اليوم مع السعودية، وراح يكون عامل مساعد وفاعل أيضا في وسط الملعب. أتمنى، أنا طبعا أتمنى أسلوب اللعب يتغير بالنسبة لنا، اللعب بطريقة 4-3-3 بالنسبة لنا أفضل، لأنه خط الوسط الثلاثي راح يستطيع أن يكون متوازن وقريب الصفوف، بالإضافة الأمام الضغط العالي ينجح عندما يكون ثلاثة للأمام، وخاصة إذا تواجد يوسف الأمين من جهة اليمين وعلي جاسم جهة اليسار وأيمن حسين للأمام. هنا أنا ما راح يستطيع الفريق العماني أن يتصرف بالكرة، عليه أن يلعب كرة طويلة، وراح تكون سهل حقيقة الفوز بالكرة، لأن المدافع راح يكون مواجهة الكرة، راح يفوز بها. تبقى الكرات الثنائية أو الكرات الساقطة إحنا نسميها إحنا الراجعة، هنا عندنا لاعبين أقوياء أيضا في وسط الملعب يتفوقون بها. لذلك أسلوب اللعب يجب أن تكون له قراءة صحيحة وناجحة مع توظيفهم بصورة صحيحة، مع تدري الأجواء الحارة ربما تأثر نوعا ما. ميمي شنو تقييمك إلى بالفترة الأخيرة؟ ميمي أنا ما زال عندي ورقة رابحة، ما زال رغم كل الظروف اللي مر بيها في الدوري، الإصابات، لكن ما زال هذا الرجل عنده شحن ذاتي وتحفيز ذاتي عالي المستوى، رغم كل شيء لكن لا يستسلم هذا اللاعب، ويريد أن يلعب، وممكن أن يكون إضافة جيدة حتى لو خيار بديل. لذلك أعتقد هو قال لك ورقة رابحة أيضا الشوط الثاني، وهذا الشيء طبعا يعني تتصور راح يكون اليوم ميمي موجود بالشوط الثاني؟ أنا أعتقد خيار بديل راح يتواجد ميمي. بالإضافة الحمادي، على الحمادي يعني المدرب عندما تكون عنده هيك خيارات أعتقد هو محظوظ بهكذا خيارات، وهاي الخيارات اليوم جاي تلعب مع جمهورها وتتفاعل وياه بصورة عالية، وتدري أنت هاي الطاقة الإيجابية والطاقة نقول إحنا الطاقة الإضافية جاي تكون عند اللاعب، هاي إحنا محتاجيها في مباراة اليوم. ذلك ماكو طبعا نرجع نقول ماكو حجة عندنا اليوم بأنه نطي أعذار نهائيا، علينا أن نكون هادئين ومركزين كل أوقات المباراة، نركز على الكرات الثابتة اللي ضدنا أيضا، لأن هم يعتمدون أيضا على الكرات الثابتة بشكل عالي، عندهم لاعبين أقوياء بدنيا، ونركز أيضا على أن لا نكون سلبيين مع الحكم وندخل في مشادات وأخذوهات أبدا، ما نضغط الحكم، نحاول بهدوء تدريجيا ندخل المباراة حتى الأجواء كلها تكون بصالحنا وتتناغم معنا، وكذلك الجمهور العماني نوجه له التحية ونقول له أهلا وسهلا بيك ونرحب حياهم الله وحياهم الله. أنا أعتقد الطقوس الشعب العراقي اليوم كلها حاضرة، ويمكن عندهم الحلويات والشاي حاضر، سجاهل مجهزين كل شيء، والله إني أنا والله وقاعدين ينتظرون المباراة على فارغ الصبر.